السلام عليكم، أهلا بكم مرة أخرى في وصفة من وصفات مطبخنا سارة. اليوم راح نشوفوا طريقة تحضير لاصوص بيشاميل أو صلصة البيشاميل. صلصة البيشاميل يعني بزاف منكم اللي يعرفوها، لكن في ناس كتار أيضا ما يعرفوهاش. علشان هذا الشيء ديسيديت نديرها هي تاني مع الوصفات. الآن نمر مباشرة إلى مقادير الوصفة. لتحضير صلصة البشاميل نحتاج إلى، هنا عندي 50 غرام تاع زبدة، 3 مغارف كبار تاع فارينة، 3 كيسان حليب، والملح والحرور. صلصة البشاميل يعني كما تعرفوا ما تحتاج حاجة كبيرة ومقادير كتار. الان مر مباشره الى طريقه. اذا اول شيء نحط الزبده تاعنا فوق النار ونخلوها يعني تذوب لنا مليح. هكا تذوب لنا هكا مليح كما راكم تشوفوا. الان نوخروها من على النار ونزيدوا لها الفارينه ونخلطوها مليح. كي تتخلط نعاودو نرجعوها فوق النار هكذا. ونفرغو الحليب تاعنا ونخلطو. هكذا نفرغوه كامل. هكذا نضيف لها الملح ونزيد الحرور ونواصلوا التحريك. ويدنا ما توخرش من عليها يعني نقعدوا غير نحركوا حتى تتقالبنا مليح فوق نار يعني هاديه، ما يعني قليله بزاف ما قويه، وسط. ونقعدو نحركو فيها هكذا. كما راكم تشوفوا راهي بشويه بشويه تتقالنا بشاميل. تواصلوا يعني في التحريك على نار هاديه حتى تتقال لكم كما هاك. قادرين يعني نديروا لها الفرماج، وقادرين يعني نديروا لها مان كاين اللي يحبوا يديروا صفار البيض فيها. هذا اختياري يعني شي راجع ليكم كما تبغوا. انا ما غاديش نديرها اليوم الفرماج لاني غادي نخليها يعني الوصفه واحده اخرى اللي فيها الفرماج، دونك راني نديرها بلا فرماج اليوم. فوالا هذه هي لاصوص تاعنا، تو نشوفوها في الاخير. هذه هي صلصه البيشاميل تاعنا راهي واجده، او لاصوص بيشاميل كما شفتوا معايا. تحضيرها يعني ساهل وخفيف، ما يتطلبش حاجه كبيره، وتقدروا يعني ديروها في كل في كاع لي غراتان تاعكم وكاع الاطباق يعني اللي تحتاج لاصوص بيشاميل. ان شاء الله تكونوا شفتوها يعني وعجبتكم، وان شاء الله تطبقوها في وصفاتكم. هذه هي، ما تنساوش الاشتراك في القناه. الى اللقاء مع وصفه اخرى ان شاء الله. مع السلامه.